لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم قومه عن رحلته هذه، احدهم سارع وذهب الى ابي بكر ظنا منه ان هذه القاسمه ويقع ساقع الفصل بين ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا صاحبك يدعي انه اسلم بهم بيت المسجد الحرام الى بيت المقدس واصبح بين ظهرانهم. قال ابو بكر قولته الشهيره: ان كان قالها فقد صدق. لذلك لابد ان نتثبت اولا من ان الاسلام يقول هذا القول او ذاك. بعد صحه نسبه هذا القول او ذاك للنبي وللاسلام انذاك نصدق ونمضي في التنفيذ. لذلك نحن في حاجه الى ان نتساءل ازاء كل ما يقدم باسم الاسلام، هل انه فعلا يمثل الاسلام حقيقه ام هو غير ذلك؟ سبق للعلامة محمد الغزالي رحمة الله عليه أن قال إن سبباً كبيراً وأساسياً في إعراض الناس عن الإسلام نحن المسلمون. هؤلاء الذين يتكلمون عن الإسلام يقدمون صوراً لا تشجع ولا ترغب وليس الإسلام الصحيح. لذلك نحن في حاجة إلى أن نتثبت ونقول هل قال الإسلام ذلك أم لا؟ قال لي بعض الشباب، قال لي نحن جماعة قال الله وقال الرسول. قلت له يا ابني كلهم يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تعترف لهم بذلك. كل الجماعات الإسلامية كلهم يقولون جماعة الله ورسوله. ولكن بينتهم خلافات. الفرق هو فهمك أنت للآية والحديث وفهم الآخر للآية والحديث. وليس لأحد بالحق أن يزعم أنه ناطق باسم الله وباسم الرسول. وإذا ما استثنينا المعلومة من الدين بالضرورة مثل أن الله واحد وأن صلاة الصبح ركعتين، فكل ما سوى ذلك هو اجتهاد. لأن النص كما يقول علماء الرسول حمال دلالات. الكلمة اللغة بطبيعة حمل الدلالات، وبالتالي الآيات المحكمة هذه مرجعية الدلالة، لها دلالة واحدة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه دلالة واحدة لا يختلف فيها اثنان. لكن ما الأغلب القرآن وأغلب السنة هو يحتمل دلالات متعددة. لذلك وجدنا أحد الصحابة والحديث عند البخاري وهو عند مسلم أيضا، بنص أطول عند مسلم. جاء ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع خصوم الإسلام؟ قال أنزلهم على حكم الله أم أنزلهم على حكمي؟ لو أنا نسأل الناس اليوم أعوذ بالله السميع العليم تحب تطلع تنزلهم على حكم كان؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. ما تحشمش وما تحيش. لكن الصحابي ما فكر هكذا، اعتبر سؤال منطقي جدا وجيه، فما عليه. والاهم من هذا هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كذب قول التافهين الذين في ذهنهم يعترضون عفو هذا الصحابي. اعيد القول، الحديث عند البخاري وهو عند مسلم ايضا. في روايه البخاري قال: بل تنزلهم على حكمك. السؤال هو تنزلهم على حكمك أم تنزلهم على حكمك؟ قال: بل تنزلهم على حكمك لأنك لا تدري أصبت حكم الله أم لم تصب. علل السبب لأنك إزاء وضعية تقدر أن الوضعية هذه تتعلق بها الآية الفلانية والآية الفلانية والحديث الفلاني، وخلاصة القول هو أن يكون الحكم كذا. لكن هذا خلاصتك أنت، ليس مؤكدا وليس يقينا أن ما أفضى إليه نظره هو قول الله الحق المبين. ولذلك وجدنا الإمام الشافعي يقول: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. ولذلك في كل الحالات نحن إذا اجتهادات باستثناء المعلومة الدينية بالضرورة، ولذلك كل واحد لازم يلزم مكانه. وليس لأحد الحق أن يدعي نطق بسم الله وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الله وقول الرسول هو الدين.
لكن ما نفهمه نحن من الدين هذا التدين، هذا جزء منه باستثناء معنى من الدين، لأنه هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد يتطور إما إزاء المشكلة المستجدة أو إزاء تطور عقولنا ومعرفتنا. أعطي مثال على ذلك. في حالة الشخص الذي يكون في رمضان، رمضان كان على الأبواب، في الأيام الأولى الإنسان ما تعودش على صيام الانضباط، كل يوم ساخن في جويلية، وعاد بعد ما شايفه ريحه في الخدمة، واحد تعوج عليه في عفصه على سقيف في الترام، ما حبش يعتذر، يعني عارف انا ما عملتش، استغفر الله، عوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد عليه البلد الزرقاء، ما وجوه كلمة تشوف فيها من هذا، ودخل البيت يتسبب عرقا، وفتح الثلاجة كعادته، فإذا بقارورة الماء تغازله، يشرب، يرتوي، الحمد لله، أعوذ بالله السميع العليم من البلاء والزكاة، وحدي وجفاك اليوم. بعدش، مش رمضان هذايا، أعوذ بالله السميع العليم، الواحد مش خرجوه من سيده. مثل هذه الوضعية أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أطعمه الله. الإمام الشافعي قال: إذا لا شيء عليه وصومه صحيح، لا كفارة ولا إعادة. الإمام مالك من الحديث نفسه الإمام مالك قال: بل يعيد اليوم، لأن الشخص هذا شرب الماء ولا مشربش الماء، حكيت موضوعية مفترض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أطعمه الله أخرجه من قضية الكفارة، ولذلك لا بد أن يعيد اليوم. لاحظ كيفاش نفس النص، كيفاش كل واحد يفهم الحديث. العلم اليوم ينتصر بقول الإمام، لأنه أجريت دراسات لملاحظة الفرق بين السائل وغير الصائم، في حال أن السائل وغير الصائم ما أكل وما شرب، وجدنا أن مثلا على مستوى الإفرازات في مستوى الجهاز الهضمي، عندما يكون الإنسان لم يتناول طعاما ولا شرابا، ولكن ما نوى الصيام، نوى شرب نص النهار، مشيت 10 ثواني تعليم، إفرازات في مستوى الجهاز الهضمي تكون في مستوى متوسط في أول اليوم، وتواصل هكذا عند المفطر، نوى يفطر مع نص النهار حتى ولو ما جاش الماكلة، هو مع 11 الإفرازات هذه تزيد. في برنامج باش يتعشى مع 7 مع 8 مع 6 ونص 7 افرازات زيد افرازات في الجهاز الهضمي تهيئا لهضم الطعام الذي سياتي نظريا في نص النهار في ثمانية التعليم. لكن المجموع اللي ناوي الصيام وناويين يشق الفطر 47 كيلو، هذا الافرازات بتاعته تبدا في اول اليوم في المتوسط العادي، ثم تنخفض لتكاد تدان الصفر، وتستمر منخفضة إلى حوالي ساعة ساعة ونصف قبل موعد الإفطار، 7:48 مع 7:47 كمية ضخمة من الإفرازات تهيئا للطعام هذا الذي سيأتي عند موعد الإفطار. لكن عندما شخص صائم ونعطيه 4 سكر مش شرع، شوية ماء مش شرع، الإفرازات اللي كانت قريبة من الصفر تنطلق وترتفع إلى المستوى العادي المتوسط، وبالتالي عاد إلى حال الأشخاص المفطرين. وبالتالي أؤكد أن لماذا الإسلام فرض صوما مطلقا؟ ما فيش صوم شوية قريبة، لا صوم مطلق، لأنه فارق نوعي بين هذا وذاك، وبالتالي يعود الإنسان. ولذلك شفت كيفاش معك نتاع عندما تقدم، خلينا نتبين ما لم يقدر عليه الاخرون في مراحل سابقه. نكتفي بهذا القدر، احيل الكلمه الى شيخنا. كنا تلقينا في مرات سابقه منذ سنوات في احتفالات من هذا القبيل في الاسراء والمعراج، مناسبات اسلاميه كبيره، نحن اردنا باراده الشيخ ان نعم نعيد الذكرى هذه ونعمل احتفال مع بعض ان شاء الله. تفضل استاذ.